السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. معنا اليوم تحلية صيفية خفيفة ولطيفة، تشيز كيك بنكهة التوت. الوصفة: بسكوي أورو، ملعقتين زبدة ذائبة، 4 معالق جبن، كريمة مخفوقة، مربى التوت، حليب. نضع كريمة الخفق ونضيف إليها الجبن. ونخفقها جيدا. حتى نتحصل على هذا الشكل ونضيف إليه مربى التوت. الآن نحضر العجينة، نأخذ البسكوي ونضيف إليه الزبدة. ثم نخلطهما جيدا ونضيف إليهما الحليب.
نتحصل على هذا الشكل، ثم نضعها في القوالب. ثم نتركها لمدة ساعتين في المبرد. وهذه النتيجة النهائية. سلاماتي لكم.